نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعت به الصحف المحلية من قضايا وموضوعات وملفات كثيرة ومتنوعة. معنا في هذه الجولة الصحفية لإبداء الرأي والتحليل الأستاذ محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ محمود صباح الخير. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير إن شاء الله. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ. طبعا الأيام أيام أعياد، عيد الأضحى المبارك ومعاه عيد النصر أكتوبر، عيد 6 أكتوبر، فالميادين ممتلئة وملتحم طبعا الناس مع بعضها البعض. خالص التهاني للشعب المصري طبعاً. وللأمة العربية طبعا دي الإسلامية. الأخبار دي بتسيطر على كل العناوين الرئيسية في طبعاً. الصحافة النهاردة لو بصينا لصحيفة الأهرام والأخبار أيضا في العناوين الرئيسية، الأهرام بيقول الجيش والشعب إيد واحدة، احتفالات ضخمة في ميادين مصر بذكرى نصر أكتوبر. في الأخبار أيضا لو تابعنا الأخبار دلوقتي في الصفحة الأولى أيضا بالخط الأحمر، العنوان الرئيسي بيقول هدايا من الجيش وتهاني من الشعب، هليكوبتر القوات المسلحة تجوب سماء مصر احتفالا بالعيد وبنصر أكتوبر. عايز اقول انه يعني ما فيش اي شيء ممكن يمنع الشعب المصري من انه يحتفل باعياده. ده مش عيد واحد، ده عيدين، عيد الاضحى المبارك والاحتفال بالذكرى ال 41 لانتصارات اكتوبر المجيده. طبعا من 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 حسن الطالع انه يتزامن هذان الاحتفالان مع بعض، يعني ما فيش شيء هيستطيع انه يمنع الشعب المصري من انه يحتفل. المصريين لهم قدره هائله جدا على انهم يفرحوا، وده شيء ايجابي، وده يعني عايز اقول انه ده دائما بيدفعنا لحاجات جميله جدا. احنا يعني انا بتكلم في الطاقه الايجابيه اللي احنا يجب ان نتمتع بيها ونتحلى بيها، اللي هي في مساله الاعياد ما حدش بيخاف. اي كلام عن تفجيرات، اي كلام عن محاولات ارهابيه، اي كلام عن محاولات ارهاب لاسكات فرحه الشعب المصري لن يعني يوقف فرحة الشعب المصري. شيء جميل جدا وشيء عبقري جدا. متزامن زي ما حضرتك اشرت وزي ما حضرتك اشرت في الخبرين في الاهرام والاخبار مع انه القوات المسلحة الباسلة العظيمة اللي هي حققت الانتصار الامجد في تاريخ الوطن العربي كله، نصر اكتوبر عام 73، بتحتفل مع شعبها بهذه الذكرى الجميلة. ده يعني بيجسد طبعا المعنى اللي احنا دايما بنقول عليه انه الشعب والجيش ايد واحدة، هذا المعنى اللي تجسد حيا في ثورة 25 يناير المجيدة وفي 30 يونيو. عايز اقول انه يعني مصر الحمد لله رب العالمين يمكن في مرحلة بدأت الدنيا تبقى أكثر هدوءا، يعني أكثر مناخا، أكثر تقبلا لمسألة الاستثمار والهدوء. صحيح، فيما يخص تحديدا مسألة الاستثمار وجذب الكثير والعديد من المستثمرين في مصر، ننتقل إلى جريدة المصري اليوم والمالية. تقول ثلاث مؤسسات عالمية تطلب المشاركة في مشروعات مع القطاع الخاص في مصر، والعروض تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. أستاذ محمود، كما نعلم أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة طبعا. إلى أي مدى ترى الاستقرار السياسي والأمني كان له في المقابل تداعيات وتبعات إيجابية على الاقتصاد المصري وعلى جذب الكثير والعديد من المستثمرين والثقة التي أصبحت متوفرة لدى المستثمرين بشكل كبير في الاستثمار في مصر؟ عايز أقول لحضرتك أنه اي منصف هيقول انه الحاله الامنيه من حسن الى احسن، يعني بشكل او باخر بتتطور بشكل جيد نحو الاستقرار. طبعا ما يعني ما يؤثرش في هذا انه كل فتره بتبقى فيه محاولات للارهاب والارهاب الشعب المصري. عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا، انه الاستثمار مرتبط بالاستقرار، وده كلام يعني ده كلام اساتذه اقتصاد وخبراء امن واي حد عارف هذا الكلام، ان الاستقرار الاستثمار مرتبط بالاستقرار وبالامن. هذا الخبر بيعكس انه فعلا المستثمرون الاجانب والشركات الكبيره العالميه
وصل لها كويس قوي انه في حاله امنيه جيده في مصر مختلفه تماما عن السنوات السابقه. جسد المساله دي مشروع قناه السويس، يعني انا اتصور انه مشروع قناه السويس العظيم العملاق ده ليه دخل في مساله هذا العرض المغري بالنسبه لمصر. احنا يجب ان نستثمر هذه المساله كويس قوي، ويجب بقى انه التشريعات الخاصه بالاستثمار يتم تنقيتها ويتم بقى اطلاق ايدي المستثمرين الاجانب بشكل جيد في للاستثمار، يعني في غابت تشريعات بتكبل الاستثمار في مصر، ويعني حان الان الوقت لتنقيت هذا. احنا بنتكلم كتير قوي من فتره طويله جدا على مساله انه تعمل قانون للاستثمار او قوانين للاستثمار تشيل كل القوانين المكبله للاستثمار، يعني انت هذه مشكله، دي مطلوب تدخل تشريعي حاسم، ونتمنى ان البرلمان القادم يعمل ده ان شاء الله اللي هيبقى في ميعاده. ده شيء عظيم جدا البرلمان الجاي يبقى في ميعاده يعمل هذه المساله، مساله تنقيط قوانين الاستثمار من القوانين المقيده للاستثمار. انت في مصر حاليا الحاجه الاساسيه اللي انت محتاجها الانطلاق الاقتصادي اللي لن يتحقق الا بانه يكون في استثمار حقيقي، يعني في الكره في ملعب المشرعين دلوقتي طبعا هم انا في رايي كده تخفيف القيود وتخفيف الروتين بحيث ان المساله تمشي بالنسبه سريعة. للمستثمرين الاجانب وللمستثمرين المحليين ايضا، يعني والمستثمرين المصريين، يعني يعني المساله يجب انه يكون في تصور واطار شامل يخضع عمليه الاستثمار دي لقوانين سهله وبسيطه. يعني انا اعتقد ان اعقد قوانين الاستثمار عندنا، يعني يجب ان احنا نتخلص من هذه الغابه، وده كان دايما يعني ده دايما مرتبط بفساد كان بيحصل في البلد. يعني رغم يعني ان القوانين ده يا استاذ محمود يعني تمت مراجعتها اكثر من مره حتى من قبل 25 يناير 2011 كثيرا، وازيلت كثير من المعوقات تباعا، يعني لكن انت محتاج هل يعني ما زالت هناك عراقيل؟ ما زالت هناك، خلينا نعترف بده، في عراقيل كثيره جدا، لان زي ما بقول لحضرتك كان عندك غابه من القوانين المقيده اللي هي ما قدرتش تمنع الفساد على فكره. يعني هذه رغم كم القوانين دي اللي انت لما تشوفها تقول انه يعني مش هتحصل ثغره، لكن كانت مليئه بالثغرات، لانها يعني ما كانتش يعني كانت قائمه على الروتين، وطبعا يعني موضوع بشكل ما فيهوش مراعاه لمصلحه البلد ولا المواطن. فطبعا آن الاوان لتغيير هذه القوانين، يعني ان شاء الله يتم تغييرها. طيب. ويحصل بقى الانطلاقه المرجوه يا رب. في موضوع اخر بيتعلق بسد النهضه الاثيوبي بشكل غير مباشر، تصريحات بتنقلها صحيفه الشروق في صفحتها الاولى عن الرئيس الاثيوبي بيقول تفاهمات كبيره مع مصر للاستفاده من مياه النيل. بيقول انه هناك تفاهمات كبيره بشان الاستفاده من مياه النيل في الفتره الاخيره، والمعروف انه يعني ده بتنوه صحيفه الشروق الى ان اللجنه الوزاريه المشتركه بين مصر واثيوبيا سوف تنعقد في اديس ابابا يوم 22 من الشهر الحالي لمناقشه عدد من الملفات، بالطبع من بينها ملف سد. طبعا واضح ان في انفراجه كبيره جدا حدثت في قضيه سد النهضه. هذه الانفراجه حصلت بعد ما السيد عبد الفتاح السيسي تولى رئاسه الجمهوريه، لانه على طول اولى هذه المساله اهتمام خاص واتكلم فيها كتير جدا، والحقيقه يعني استخدم الدبلوماسيه بشكل جيد جدا. الطرف الاثيوبي اعتقد انه تجاوب، وحصلت بقى هذه يعني التفاهمات مش من دلوقتي، التفاهمات من فتره. طبعا جسدتها الزياره الاخيره لوزير الري المصري المهندس حسام مغازي لاثيوبيا، وان كانت تصريحات يعني الوزير بعد ميعاد الاثيوبي قال تصريح يعني برضه يثير يعني علامات استفهام، انه قال انه الموقف المصري من سد النهضه سيتحدد في مارس القادم. هل هذه انا اتصور انه برضه لسه في يعني لسه في يعني مشاكل وعقبات، لكن الكلام اللي قاله الرئيس الاثيوبي امام البرلمان بتاعهم ده بيفتح يعني طاقه الامل كبيره جدا على انه المساله ان شاء الله في طريقه للحل. طريقه للحل انه حصه وطبعا مع كل التقدير للطرف الاثيوبي وللجانب الاثيوبي، ان الحصه المصريه من مياه النيل لا يتم
على اي مستوى المساس بيها. اعتقد ان ده هيحصل. هم قوة مصر على جميع المستويات يعني، وفاهمين ده وبدأوا يتجاوبوا معانا، واعتقد انه في يعني عايز اقول انه في كيمياء كويسة الجانب الاثيوبي، لانه يعني انا اعتقد انه الكلام بتاع تصريحات هذا المسؤول الاول في اثيوبيا عن المساله، لما يقول هذا الكلام يبقى معنى كده انه المساله في طريقها للحل النهائي. احنا عايزين حل نهائي. حضرتك لا تحبذ تحديد موعد سواء مارس او غير مارس للاعلان راي مصر او موقف مصر؟ هو عشان ده يعتبر مقيد يعني ولا ايه؟ انا اعتقد انه يعني قالها بناء على الزياره اللي كان فيها، لكن جت التصريحات الاخيره طبعا بتاع الطرف الاثيوبي والجانب الاثيوبي دي مهمه جدا. دي يعني تصريحات بتقول انه فيما معناه يعني او تعني انه لن تكون هناك مشكله مع مصر في المستقبل، يعني مش هتحصل مشكله انه يبقى في مارس او في ابريل انه يبقى في مشكله، وانه هتصل المساله لتفاهمات جيده. المشكله في الجانب يعني او مش المشكله يعني ما يثير الاستغراب الموقف السوداني اللي هو للاسف يعني احنا ما كناش نتمناه، لانه السودان دوله شقيقه دوله عربيه وموقفها لم يكن في الصالح المصري للاسف يعني. صحيح. طب احنا بننتقل مع حضرتك من جريده الشروق الى جريده الاخبار، وعنوان اخر نطالعه منها: مجلس الدوله يراجع قانون تنظيم الازهر، العزل للاستاذ والفصل للطالب المشارك في المظاهرات واثاره الشغب واعمال العنف والتخريب. ربما هذا القانون الذي عرف فيما يسمى بتنظيم الأزهر لاقى ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد وما بين معارض له، كيف تتابع وكيف تقيم هذا القانون؟ أولا طبعا هذا يعني التفكير في هذا القانون تم بناء على اللي حصل السنة اللي فاتت، أنه جامعة الأزهر كانت يعني الجامعة الأولى في مسألة المظاهرات والشغب والتخريب بشكل يعني عنيف جدا الحقيقة. هذا القانون الحقيقة سلاح ذو حدين. أنا عايز بس أقول إنه ينبغي ألا يكون هذا القانون سيف مسلط على الـ 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 على الطالب وعلى الأستاذ. يعني جامعة الأزهر جامعة لها احترامها، لها تقديرها، هي كيان مؤسسي عظيم جدا في المجتمع المصري، هي لا تنفصل عن الأزهر كمؤسسة عريقة جدا، لا احترامها. ما ينبغيش بقى انه يعني هذا القانون ينبغي زي ما اقول الا يكون سيفا مسلطا سواء على الطلبه او على الاساتذه، وانه يتم تطبيقه في اضيق الحدود بالنسبه فعلا للعناصر اللي ممكن تحدث تخريبا، يعني العناصر التي يمكن ان تحدث تخريبا حقيقيا في الجامعه ينبغي تطبيق القانون عليها. انما زي ما بقول بكرر المره الثالثه انه لا، ان هذا القانون هتبقى مشكله كبيره جدا لو تم استخدامه بشكل خاطئ وكان سيف مسلط على بعض الناس اللي هم ما يعجبوش الامن، ما يعجبوش المسؤولين، دي هتبقى مشكله. فارجو انه اذا تم تطبيق او يعني خرج هذا القانون الى النور وتم تطبيقه بشكل كويس، انه يكون تطبيقه على من يستحق فقط وما يتمش توسيع الدائره يعني. طيب فانا اتمنى انه يعني جامعه الازهر تنعم بالهدوء، وانه الجامعات المصريه كلها جامعي جديد ان شاء الله. يا رب انه الهدوء يسود الجامعات المصريه. طيب في خبر الحقيقه هو خبر سار بالنسبه لطالبي العمل وبالنسبه للشباب بشكل عام، في صحيفة المصري اليوم في العنوان عنوان رئيسي يعني القوى العاملة بتعلن عن 47 ألف فرصة عمل جديدة تنتظر الشباب فورا. ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بتقول تم 20 ألف للشركات والاستمارات مجانا. أستاذ محمود، يمكن الملفت للنظر في التفاصيل اللي نشرتها صحيفة المصري اليوم إن الوزيرة أكدت أنه لا مجال للوساطة في شغل هذه الوظائف، وإن المعيار الوحيد للاختيار هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرص العمل، وأن حركة الرصد والرقم المتبقي من فرص العمل يؤكد ذلك. اولا زي ما حضرتك نقطة مهمة الحقيقة، انه دي كانت من المخاوف اللي اثرها الشباب المتقدمين للعمل. طبعا يعني هو دايما كان يعني صاحب الكفاءة بيستبعد،
ودايما دايما كانت المحسوبيه والواسطه في للاسف انا بتكلم على قبل الثوره. انا اتصور يعني انه ان شاء الله بمشيئه الله تدريجيا هنتخلص من كل هذه المشاكل، وكلنا يمكن تابعنا بمزيد من الاسى والاسف الطالب الجامعي اللي كان حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف، وكان من الاوائل وتقدم لامتحان الخارجيه في امتحانات الملحق التجاري وطلع الاول واستبعد لان ابوه عامل زراعي او بواب او حاجه زي كده، وتم استبعاده بعد ما كان حصل على اعلى درجه وانتحر. اسمه عبد الحميد شتا، وكانت كان اعتقد قبل يعني ثوره يناير بحوالي 5 6 سنين، يعني كان 2007 2008. ودي كانت سبه في جبيننا جميعا على فكره، وللاسف يعني للاسف طبعا ما حدش كان يقدر يتوقف عندها ويتكلم عن النظام الاسبق اللي كان الحقيقه يعني يضيع مصر. أنا بتذكر المسألة دي عشان هذا الكلام المهم اللي قالته وزيرة القوى العاملة، المهم يتم تنفيذه، يتم يعني تحقيقه على أرض الواقع، إنه لا يتم شغل الوظائف إلا لأصحاب الكفاءة. أعتقد إنه كل الوظائف دي في القطاع الخاص، فطبعا أساسا القطاع الخاص مش هيعمل ده إلا على أساس يعني هو ما يهموش إنه يجيب ابن فلان وابن علان بقدر ما يجيب اللي هيستفيد منه. فده انما الخبر بشكل عام طبعا مفرح جدا، لانه 47,000 فرصه انت يعني في جبل البطاله اللي موجود ده بتشيل منه. وان شاء الله يعني يا رب نقدر نتخلص من هذه المشكله. طب احنا ننتقل لخبر اخر من الاخبار، من جريده الاخبار تحديدا، ورئيس الوزراء يواصل جولاته ويزور قناه السويس اليوم، محلب للمرضى في 3 مستشفيات، اي اوامر؟ الاخبار في بنها الجامعي، الفئران ترتع في المستشفى. بشكل سريع يا استاذ محمود، لاي مدى ترى ان المستشفيات في مصر ربما تحتاج الى ثوره واعاده النظر من جديد في كل ما يقدم من خدمات صحيه، من امور تتعلق بالنظافه، من تهالك المستشفيات، كل هذه الامور كيف ترى؟ حضرتك اشرت يعني قلت تعبير مهم جدا، المستشفيات في مصر تحتاج الى ثوره حقيقيه، لان الوضع بائس جدا جدا جدا. انا اعتقد انه محتاجه شغل اكتر وتركيز اكتر من وزير الصحه، ما يبقاش بس المساله بالنيه او النوايا، لان النوايا الحسنه ليست هي التي تحل المشكله، انما العمل على ارض الواقع، وانه يقتدي دائما برئيس الوزراء. رئيس الوزراء يعني اخذ عليه بعض الناس اخذت انه بيتنقل وبيعمل ميدانيا، لا، العمل الميداني مهم جدا. وزاره الصحه المصريه او المستشفيات في مصر محتاجه كل يوم زياره من وزير الصحه، كل يوم زياره، لان فيها كم الفئران دي مش في هذا المستشفى، في مئات المستشفيات في مصر، الفئران والعقارب والثعابين ومسائل الحقيقه يعني بائسه. احنا يجب ان نعترف بالمشكله عشان نقدر نحلها، يعني صحيح. يجب ان نعترف بالمشكله عشان نقدر نحلها، والحقيقه ان شاء الله نحلها. ولكن انا لفت نظري برضو في زياره رئيس الوزراء لقناه السويس، انا عايز اقول ان بعض، انا اعتقد ان ده كلام مغرض جدا، بعض الناس عملت على مواقع التواصل الاجتماعي انه بتدعو لالغاء الفائده على شهادات استثمار قناه السويس. مركز المعلومات بمجلس الوزراء طلع قرار بينفي فيه مسألة إلغاء الفائدة. أنا أعتقد إن اللي عامل المسألة دي على مواقع التواصل وعامل الهاشتاج ده إنه إلغاء الفائدة ده عايز يضوء، يعني عايز يعمل بلبلة في وإفقاد الثقة ما بين المواطنين والحكومة، الثقة وبين المواطنين. هي كانت تقريبا حملة بتنادي بكده إنه يعني برضه بعض المواطنين يعني بالتنازل عن ما أعرفش يعني أنا شايف إنه يعني هذه المسألة يعني بهذا الشكل هو طبعا ليست في المصلحة، بدليل إنه مجلس الوزراء نفى مسألة يعني. شكرا لك استاذ محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. كل سنة وانتم طيبين. بنتحول بعد كده لمتابعة موجز لأهم الأنباء، لكن قبل موجز الأنباء بنتوقف بشكل سريع مع عناوين الأخبار. وحجاج بيت الله الحرامي يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات في 3 أيام التشريق والطواف حول الكعبة. رئيس الوزراء يواصل جولاته بالمستشفيات العامة لمتابعة الخدمات الصحية للمواطنين في أيام العيد. خلال الاشتباكات العنيفة مع الأكراد، مقاتلو داعش يسيطرون على 3 أحياء داخل مدينة كوباني السورية، و30 قتيلا كرديا في تفجيرين بمدينة الحسكة. مرة أخرى وتفاصيل هذه العناوين من أنباء وأخبار مع الزميلة لميس عبد الغني. إليك لميس. شكرا أمل، شكرا أحمد، وأهلا بكم.